السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، أتمنى لكم يا رب العالمين صيام مقبول وصلاة مقبولة بإذن الله، وزيادة في إيمان وزيادة في تقوى بإذن الله. رمضان يختلف فيه الناس، سبحان الله، في ناس تكون مشغولة جدا بالحياة والمسلسلات والأفلام و و و و و وناس مركزة، الحمد لله، الله يجعلنا من المركزين وعارفين الهدف. بس أنا أعتقد والله أعلم الناس اللي مشغولة عن رمضان هم مش عارفين فعلا فكرة رمضان أو الهدف من رمضان، وهذا شيء يعني للأسف شديد. يعني الله عز وجل قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلنا حافظين هذه الآية، صح؟ أنا سبحان الله من خلال تجربتي في النشاط الاجتماعي واستماعي لمشاكل كثيرة من الناس، أجد أنه التقوى سبحان الله هي حل لمشاكل كثيرة في حياتنا الزوجية والصداقات والعائلة، ما بين الأسرة، ما بين أفراد الأسرة. التقوى هي اللي حتخليك تمسك غضبك، التقوى هي اللي حتخليك تتكلم الكلام الصح اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، هي اللي حتخليك ما تحسد، ما تغير، هي اللي حتخليك تهذبك، يعني تخليك مهذب جدا سبحان الله. وإحنا في الدنيا هنا ليش؟ نحن عشان نعبد رب العالمين، صح؟ فنحتاج هذه التقوى. فالإنسان لو استوعب الفكرة من رمضان هي فعلا كأنها مخيم عسكري، كأنها مخيم تدريب قوي جدا عشان يزيدنا طاقة، يزيدنا تقوى، تنفعنا بقية السنة. هي هذه الفكرة سبحان الله. فكل ما استوعبنا هذه الفكرة من رمضان حنجتهد أكثر في العبادة، لأنه ما راح نضيع هذا. أول شيء الأجور كبيرة جدا ومضاعفة جدا، وفكرة فعلا أنها تفرغ تام للعبادة، بحيث أنه بعد رمضان أو بقية السنة كلها يكون معدل التقوى عندنا عالي ومعدل نجاحنا في الدنيا وفي الآخرة عالي. فالله الله بالأعمال الصالحة، الله الله يعني التركيز. فنصيحتي لكم ولنفسي طبعا، أول شيء وضع جدول لمثلا إيش اللي حنسوي في رمضان، بحيث نعرف إيش حنسوي بالضبط، صلة أرحام، قراءة القرآن، حلوا كل شيء في الجدول. شيء ثاني، حولوا كل العادات اللي عندكم اليومية إلى عبادات. كل شيء بالنية يتحول إلى عبادة سبحان الله. أكلك، شربك، نومك، طبخك، ترتيب البيت، كل هذه تستطيع أن تقلبها إلى عبادة بالنية الصالحة لله عز وجل ولمرضات الله عز وجل. ثالث شيء وآخر شيء، زيدوا إيمانكم بالأعمال الصالحة. ركزوا ركزوا ركزوا.